السلام عليكم شباب، اليوم بنسوي السيت اب حق البلاي ستيشن 5. طبعا تشبك البلاي ستيشن في الكهرباء عادي، الكيبل اللي يجي مع البلاي ستيشن HDMI 2.1، وانت ما تحتاج اذا شاشتك ما تدعم HDMI 2.1 تقدر تستخدم كيبل اي سوني قديم او اي بلاي ستيشن 4 قديم، اذا كان عندك سلم ولا برو ولا حتى الاوريجينال الاصلي كلهم HDMI 2.0. اول شيء بضغط الهي الحبه عشان اشغل البلاي ستيشن. هذا تسمعون الصوت مال البلاي ستيشن اشتغل. اوكي، الشاشه مالي عرفت البلاي ستيشن وقالت switching to بلاي ستيشن. طبعا هذا السيت اب سكرين بعد بال HDR شغاله. اول شيء تشبك اليد ده مع البلاي ستيشن، ما بلازم نستخدم الكيبل الموجود، انا من نفسي مستخدم كيبل تايب سي تو تايب سي واستخدمه عادي طبيعي. شغل الكنترولر. اوكي، لغه عربيه موجوده الحين. اوكي، الحين اقدر افصل، ومن هنا تقدر تختار شبكتك. طبعا البلاي ستيشن في واي فاي 6 ويدعم ال 5 جيجا هرتز الباند، فتقدر تختار الشبكه مالتك او انك تشبك عن طريق الايثرنت دايركت. فبسوي كات انا، بس بحط الباسورد. طبعا هذا بعد ما احط الباسورد، الراوتر اللي عندنا هنا في الشقه واي فاي 6، هنا توزن حجم الشاشه اي فول، هذا كامل عدل. هنا توزن الاتش دي ار. هنا اذا كان عندك سي دي تبي تثبته وتحدثه على ما انت تخلص السيت اب تقدر تحطه الحين، ما بلازم، ما بضروري. هنا وضعيات اللي هي وضعيه السكون او الرست مود، فاول واحده يحمل تحديثات، تقدر تشغله عن طريق التطبيق، وهنا ما يحمل تحديثات وما تقدر تشغله عن طريق التطبيق وما يصرف الا 0.5 واط. انا بدخلت لا وفار شيء. طبعا انا عن نفسي انا اطفي البلاي ستيشن دائما، ما احطه وضعيه السكون كلش. الشروط لازم توفق لها. تحديث، نصيحة مني ان تحدث البلاي ستيشن اول ما يجي عندك، اول ما يجيك البلاي ستيشن حدثه دائما، حدثه اول باول، خاصة البلاي ستيشن 5 وفي مشاكل كثيرة الحين سوفت وير، فلازم تحدثه اول باول. فبرجع لكم بعد التحديث. طبعا خلص التحديث الحين وسوى اوتوماتيك ريستارت، يطفي ويشتغل اوتوماتيك. نكمل السيت اب بعد ما يشتغل. هذا قاعد يثبت التحديث الحين حاليا. طبعا هو يثبت التحديث ويحمل التحديث وكل شيء، لا تطفي الجهاز كلش، احتمال يخترب عندك الجهاز. والاس اس دي نفسه ملحم، النون فلاش ملحم، ما تقدر تشيل الهارد ديسك وتغيره لانه ما بهارد ديسك، قطعه ملحمه دايركت في المذر بورد. هذا اشتغل مره ثانيه الحين عندنا. اوكي، الكنترول طفت بعد. اوكي، الحين السيت اب هذا قاعد يحمل بعد. في السيت اب سكرين عندك انك تدخل هنا وتنشئ حساب او تسجل دخولك يدويا، تحط الباسورد والايميل، وعندك عن طريق التطبيق اذا تحمل تطبيق بلاي ستيشن الجديد المحدث. طبعا اذا عندك القديم اوتوماتيكلي اخر التحديثات صار شكل جديد في الاندرويد والاي او اس، تروح السيتنجز زي ما تشوفون عندنا هنا، وتروح ساين ان اون بلاي ستيشن 5، تضغط هنا ويا تكتب مانيولي، تكتب الارقام الموجودين تحت، او انك بس تاشر على الكيو ار كود زي ما تشوفون بس، وهذا حساب يشتغل. هنا الوضعيات السوشيال عامة، يعني اذا كنت كل الناس يبون يشوفون كل شيء ولا بس فقط الاصدقاء. انا بحل فقط الاصدقاء. نعم، تجميع البيانات بلاي ستيشن او سوني عامة، يا تبي تجمع البيانات كلها وان البيانات محدودة، هم بيجمعون البيانات، انت موافق على الموضوع كذا؟ اذا ما تبي لا تستخدم شيء في الحياة، كل الاجهزة الالكترونية تجمع بيانات. هذا البرايفت اذا كنت تبي رسالة نصية ولا غيره، ما يحتاج عندي. اجهزة الستريمينج اللي تبيها ما ابي ولا شيء. اوكي، هذا الحين انا بنقل من البلاي ستيشن 4 مالي حالي، بحث عن البلاي ستيشن 4. طبعا البلاي ستيشن 4 لازم يصير مشغل، ولازم يصيرون اثنينهم على نفس الشبكه. اوكي، يقول لك اضغط زر بلاي ستيشن باور. اوكي، انا عندي الاوريجينال مو بالسلم. هنشوف هذا هو حق البلاي ستيشن 4. اوكي، نرجع الحين حق البلاي ستيشن 5. شوف هذا بدأنا الصفحة. طبعا نقل المعلومات، لاني انا حاط البلاي ستيشن 4 على شبكة ثانية، لازم اروح الاعدادات واغيره. بروح الاعدادات شبكة هنا. اوكي، اعدادات لنت. اوكي، رجعنا. كنت انا بس اللهم حاط البلاي ستيشن 5 على شبكة ثانية بالغلط. الحين سوي ترانسفور، مفروض الحين يقدر يشوف البلاي ستيشن 5. اوكي، بلاي ستيشن 4
تلمس الباور لمدة ثانية واحدة ويتعرف عليه. أول ما تسمع الصوت اللي طلع البلاي ستيشن توقف تشيل يدك. أوكي هذا البلاي ستيشن مالي. Next Translucive Data. Next Games Select All. Next أوكي Transfer. البلاي ستيشن 4 طفى واشتغل مرة ثانية. الحين هذا قاعد يستعد لتحويل المعلومات في Pairing to Transfer. أوكي Restart. الحين مفروض سوى Transfer. طبعا عشان تسرع الترانسفور وتحويل معلوماتك من الفور للفايف تشبك كيبل ايثرنت، بس تشبكه من الفور للفايف وتصير التحويل اسرع. مثل ما اشوف هنا اوكي هذا الترانسفور قاعد يصير، يقول 99 ساعة بلس، بس اذا خلص الترانسفور ما مشكلة. قلت انها بتصير. البلاي ستيشن 4 مالي النتورك الشيب حق الشبكة او رقاقة الشبكة تكنيكلي خربانة، ما تشتغل عدل، تطفي وتشتغل تطفي وتشتغل وفوضى ويطفي اليد، فما اقدر انقل معلوماتي دايركت كذا، لازم ارجع احمل اغراضي من جديد وجديد. اوكي شباب شكرا لكم انكم شفتوا الفيديو، واذا عندكم اي سؤال عن البلاي ستيشن 5 بسوي فول ريفيو، وعندي مارس موراليس سبايدر مان، وعندي ديمون سولز بعد بختمها بنلعبها، وبسوي مقارنات ما بين الكنترولرات حق الاكس بوكس والبلاي ستيشن 4 و5 والنينتندو سويتش بعد البرو كنترولر والجيمز بعد اوفرول. يلا مع السلامه.